يا أعزائي المشاهدين لهذا الفيديو اللي تشوفونه هنا هو ليس حقل مزروعات في العراق أو في المنطقة الجنوبية من العراق، وإنما هو منطقة توسون في ولاية أريزونا في الجنوب الغربي من الولايات المتحدة الأمريكية. بصراحة يعني المنظر لأول وهلة يعني يذكرني بالكثير من المشاهد الموجودة في جنوب العراق، وخصوصا في محافظة نيسان. يعني نفس أنواع الأشجار، نفس أنواع المزروعات، نفس البيئة، نفس التراب، حتى نفس لون التراب. ولكن عندما يعني تدقق النظر تجد أنه هناك بعض الاختلافات، يعني هناك بعض الجبال وبعض التلال. احنا الآن واقفين على هذه التلة الأثرية اللي تحدثنا عنها في الفيديو السابق، واللي هي موجود في داخلها مكان للعبادة للإخوان المسيحيين، موجود فيه تمثال السيد العذراء. يعني في شيء جميل جدا انه تلاحظ التنوع الطبيعي الموجود في الولايات المتحده. يعني عندما تنتقل من ولايه الى اخرى تلاحظ انه اكو اختلاف في التوقيت الزمني، اكو اختلاف نوعيه التربه، نوعيه النباتات، نوعيه حتى نوعيه البشر. يعني هو هذا، اعتقد هذا التنوع هو رعايه هذا التنوع والمحافظه عليه هو هذا الشيء المهم اللي يجعل هذا البلد يعني بلد كبير ومهم في العالم. خليكم معنا في الفيديوهات القادمه.